حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي عبر زوم الأستاذ والدكتور إبراهيم الديب، رئيس مركز قيمي هويتي لدراسات القيم والهوية. دكتور إبراهيم، أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءك. أهلا بك أخي عامر، وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور إبراهيم، إذا ما بدأنا فيما يحدث في السودان الآن، من هو المتسبب الحقيقي في هذا الصراع؟ نستطيع أن نقول أنها خلافات داخلية أم أن هناك خلافات خارجية ودولية وأطراف خارجية هي من تسببت في وجود هذا الصراع؟ بالتأكيد هي أطراف خارجية، لكن خليني أقول لحضرتك يعني حتى يفهم الجزء لابد أن نبدأ بالكل، فهم الكل ورسم السياق العام، ومنه ننطلق إلى التفاصيل. السياق العام فيه أمرين أساسيين أخي عامر. الأمر الأول هو الذي أرشدنا إليه الله تبارك وتعالى حين قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الأمر الآخر يعني: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي آية أخرى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله إلى آخره. فهذا الصراع دائم ومستمر وساخن ما بين الإيمان والكفر، ما بين النظام الغربي وما بين النظام وما بين المشروع الإسلام. اللي ما بتكلم على الغرب بتكلم عن الغرب ومعه المشروع الصهيوني، الاثنين متحالفين ضد المشروع الإسلامي. هذه واحدة لابد أن نعيها. لما حد يحاول يضلل الجماهير ويقول لهم دي نظرية مؤامرة، لا ده الموضوع موضوع مصالح وذهب ومواقع استراتيجية، لا لا لا، كل ده كلام. فإحنا القرآن الله تبارك وتعالى قال لنا كده وأرشدنا إلى ذلك. يبقى هناك صراع دائم ما بين الإيمان الكفر والإيمان. الأمر الآخر بقى أن ما يحدث في السودان الآن لابد أن ننظر له بداية من 2003 عندما بالغزو، بداية من الغزو الأمريكي للعراق، ثم بعد ذلك تدمير سوريا، ثم اليمن، ثم ليبيا، ثم الاستيلاء على البحرين، ثم لبنان. فهي سلسلة ممتدة للسيطرة على على دول المنطقة وتحويلها زي ما قال السيسي، قال شبه دولة. شبه دولة يعني إيه؟ إن هذه الكيانات أو هذه المنطقة العربية تتحول هذه الدول إلى شبه دول. يعني إيه؟ يعني دول تبقى مفرغة نسبياً من السكان ومفرغة من البنية الأساسية اللي فيها، وموجود بس رئيس أو أمير أو سلطان أو أي شيء سميه ما شئت، ومعاه حاجة كده مجموعة وزراء بيديروا عملية إدارة مصالح إسرائيل أو الكيان الصهيوني والدول الغربية في المنطقة فقط لغير. شبه دولة يعني ذلك، ويتم تحييد الشعوب تماما وتجميعها وإنها ترضاها من هذه الأماكن.